من عدم الاستقرار والخلافات والتباينات السياسية الموجودة داخل البلاد التي أدت إلى وجود العديد من الاختلافات والتباينات فيما بين الفرقاء والمكونات السياسية. لذلك حاولنا في هذه الدراسة أن نتدرج إلى شيء مهم، وهو كيف أن أسعار النفط العالمية أثرت بشكل كبير على عجز موازنة الدولة، من خلال جعل عجز الموازنة أو فائض الموازنة كمتغير تابع، وتم أخذ العائدات من أسعار النفط العالمية كمتغير مستقل، وأيضا الكونسيومر برايس اندكس متغير آخر مستقل للبنك المركزي اليمني، وبعض الودائع للبنوك التجارية تأثرت سلبيا بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وأيضا نظرا إلى أنني من كانت تعتمد بشكل كبير على المساعدات والمنح المقدمة من العديد من الدول، فإن الأزمة المالية العالمية إذا حدثت في أي بلد في العالم ممكن يؤثر ذلك بشكل سلبي على المنح والمساعدات، وبالتالي قد تنقطع أو تقل بنسبة كبيرة. تبين أيضا من خلال الدراسة بأن هناك معوقات لإدارة الأزمات المالية، وهي معوقات داخلية ومعوقات خارجية. أما المعوقات الداخلية فهو عدم الاستقرار واختلاف المكونات السياسية داخل البلاد، والحرب الأهلية الموجودة في بعض المناطق التي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي. أما بالنسبة للتأثيرات الخارجية فهي كون الاقتصاد أصبح اقتصاد مفتوح، فقد كان هناك أي تأثير في أسعار السلع عالميا كانت تتأثر بها الجمهورية اليمنية. كما أظهرت الدراسة بأنه يمكن اقتراح بعض السياسات التي تساعد الدولة في مواجهة إدارة الأزمات، وبينت بأن إدارة الأزمة المالية من خلال نموذج يحتوي على إدارة المشاكل والتخطيط والرقابة. أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة، توصي الدراسة بأنه في ظل الأزمة خاصة الأزمة العالمية يمكن السعي على تحقيق جذب المدخرات العربية والأجنبية الموجودة لدى أصحاب الفوائد المالية واستثمارها في اليمن، وذلك يساعد على ظهور مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على الصمود والمنافسة أمام المؤسسات المتقدمة. أيضا السعي نحو تحقيق الاستقلالية للبنك المركزي اليمني وسرعة إنشاء السوق المالية التي تمثل الوجه الآخر في العمل المصرفي. توصي الدراسة أيضا باستغلال الموارد الاقتصادية في البلاد، وخاصة تلك التي لها ميزة نسبية مثل الثروة السمكية والزراعة والسياحة، للحصول على موارد مالية تخفف من عجز الموازنة بدلا من الاعتماد الأساسي على النفط. أيضا توصي الدراسة بأن يتم تبني النموذج المقترح الذي يحتوي على إدارة المشاكل والتخطيط والرقابة. وأخيرا توصي الدراسة بتبني السياسات التي تعمل على إزالة ومواجهة معوقات إدارة الأزمات المالية. شكرا. شكرا للدكتور محمد الله، وكما عليه نفتح باب النقاش لمن أراد التدخل بخصوص ما تم تناوله من الآن. تفضل دكتور. الميكروفون. الأزمة والأعمال في هذا المجال كيف نعالجه؟ وأحب أعطي مثل، يعني أليس يعني نوع الإظهار إنه دولة مجاورة تعطي أو تحفز آخرين على حرق مباني حكومية
هذا صار في يعني سنوات سابقة إنه أحرق مبنى الوزارة التعليم العالي، أحرق مبنى كذا، أحرق هذا، طبعاً راح يأثر على البنية التحتية، لأن إحنا استغرقنا فترة طويلة لمعالجة هذا الموقف. الشيء الآخر إنه من دولة مجاورة تضغط على الحكومة أن تفتح مجالات تجارية. مثلاً يعني في العراق السمنت العراقي من أجود أنواع السمنت، ولكن أنا مجبرة إنه كحكومة أن أستوردها من دولة مجاورة حتى أن أنفق تلك الدولة، وإلا يعني يبدو هناك مواقف معينة. ليس هذا إرهاب، يعني أنا أعتقد إنه يعني يا ريتي لا أدري إذا كان هذا ضمن البحث أو لا، ولكن يعني يا ريتي يوضح لنا مثل هكذا نوع من الإرهاب كيف ممكن معالجته. شكرا. السلام عليكم. الأشياء أخرجين بشكل واضح لأن الإرهاب مرتبط بالأعمال، وركز عليه، وأنا كمحاسب شفت أشياء إلى العوائد وإلى المنافع والإرهاب. الحقيقة بنجي نبدي إلى أول إرهابي، سواء قبلنا به وما قبلنا به، هو بن لادن. بن لادن يعتبر واحد من أكبر رأسمالين العالم. شنو علاقة الأعمال بالإرهاب؟ هذه من جهة. من جهة ثانية أشار إلى أن الإرهاب يمثل ظاهرة سياسية وركز عليها، وخاصة عندما عرضها. فشلون يصير التناقض هذا ما بين الإرهاب كمشكلة علاقة بالأعمال، وهو أيضا في نفس الوقت يمثل ظاهرة سياسية؟ هذه بالنسبة إلى الأخ نجم، لا تزعل علينا. بالنسبة إلى أخونا اليمني من جامعة دمار، قال أسعار نفط انخفضت. لأن شوف أسعار مرتفعة، وارتفاع شهر، يعني في تاريخ العالم ما وصل أسعار نفط إلى أنه أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. هاي من جهة. جهة ثانية من أورد الاستنتاج مالته، قال يجب أن يشجع الاستثمار في اليمن. شو نشجع الاستثمار باليمن وإحنا عندنا باليمن مشاكل أمنية كبيرة، بالشمال مع الحوثيين وبالجنوب مع القاعدة والجماعات. فشو نصير هالتربص هذا ما بين تشجيع الاستثمار من جهة ووجود جوانب غير أمنية من جهة ثانية؟ شكرا. شكرا. السلام عليكم. زيد محمد من جامعة الموصل، ليس من جامعة الموصل. حقيقة أثارني موضوع أستاذنا الكبير الدكتور نجم والدكتور عبد الستار، وكوني هذا كيس استثنائي، حالة حقيقية للإرهاب. أنا خرجت يعني من موضوع الإرهاب يعني، وهو موضوع جدا مهم، وأنا متأسف إنه أن نحكي بهذا الموضوع. حقيقة النقاط المتعلقة اللي أريد أثيرها فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، لم يوضح الباحث تعريف الإرهاب الذي ارتضاه الباحث، فقط تم التأكيد على من الخصائص، سيارة الخصائص. والملاحظ الحالة الأكبر أنه الباحث أستاذنا الجليل أشار إلى تعريفات غربية، في حين أنه أيضا أستاذنا أثار أن الموضوع بدأ في المنطقة العربية، ونحن أدرى بتعريفه إن كان مفهوماً لغة وصلاحاً أي كان. هذا من جانب آخر، كنت أتمنى أن يتم توضيح أدوات ووسائل الإدارية المستخدمة في العملية الإرهابية، على اعتبارها عملية لها علاقة بمدخلات ومخرجات وأبعاد مالية.
إيجابية إن كانت أيا كانت الأبعاد يتم حسابها. ولكن في موضوعنا تحديدا الأبعاد الإدارية. نعم للأسف دكتور رسالة. نعم ونتكلم عن الإرهاب في ندوات بعيدة عن المولتي ميديا، الجانب النشر التوضيح بكافة أنواع. ومع هذا أنا أجدد شكري لأساتذتنا في طرح الموضوع. شكرا. السلام في الأخرى. بسم الله. أنا أشكر الدكتور نجم وزميلة الدكتور عبد السلطان على تناول هذا الموضوع الحيوي وموضوع الساحة العالمية فعلا، وإحنا نشعر بالمرارة الكبيرة خصوصا بعد الربيع العربي ونعاني الويلات من هذه الظاهرة. لكن عندي بعض الاستفسارات. الإرهاب بدري زميل الدكتور عبد السلطان أشار إلى أن اختفاء الفقر خلف الإرهاب. الآن الإرهاب أصبح مصدر للإضطراب، أصبح مصدر للإضطراب، وذلك من خلال دعم وتسخير الإرهابيين لتحقيق بعض مع بعض الأطراف الأخرى التي تقتضي السؤال دكتور. هو أنا أقول إن الإرهاب الآن في بعض جهات تغذي الإرهاب حتى من داخل الدول الربيع العربي. نقول الثاني إن كثيرا ما نتحدث عن الحوار. دكتور رجاء السؤال مباشرة. ماشي. نحن نتحدث عن الحوار ولم دكتور السؤال مباشرة. نبي إن لا ما تعطينا هذا السؤال ما في سعة من الوقت إذا. ما هو نحن المحاضرة تناولت المعالجة. دكتور لا بدنا السؤال مباشرة. لا. أنا نقول يا ريت كان في تناول آلية للحوار مع الإرهابيين. شكرا. الجانب الآخر ألا تروا معي؟ ألا تروا معي؟ شكرا. ماشي. في سؤال آخر في محاضرة في. تفضل. سؤال مباشر. إدارة شكوى العملاء والتحدث عن شكوى العملاء. وعلاقتها بإدارة الأزمة. إحنا نتحدث عن إدارة الأزمة وليس إدارة بالأزمة. فموضوع شكوى العملاء بالذات، الدراسات المتقدمة في الجودة وفي خدمة العملاء كانت هي الطريق لمنع شكوى العملاء. السلام عليكم. السؤال حقيقة دكتور أستاذ نجم، هل هنالك تمييز بين المقاومة؟ مصطلح المقاومة ومصطلح الإرهاب. الآن باتت الكثير من الدول تعاني خلطاً من هذه بين هذه المصطلحات. اثنين، هل أن لغة الحوار واحدة من أساليب المعالجة اللي ممكن أن تخفف من مستويات الإرهاب؟ السؤال الثالث لأخوتنا دكتورة النجلة، أنا أعرف أن شركة السامراء للأدوية لتصنيع الأدوية كثير من خطوط الإنتاج فيها عاقلة، في حين حضرتك قالت بالمشكلة أن هنالك تكدس في الأدوية، في حين أن المنتج العراقي بجودة عالية المتحدثة تطلب نوع الباراسيتول اللي هو حبوب معالجة الصداع من أطلب من الصيدلية أقول هذه العراقي، ما أريد سوري أو ما أريد نوع ثاني. شكرا جزيلا. شكرا. إذن نحيل الكلمة لدكاترة رابط أمي دكتور المعبود على سلسلاتنا. يلا أنا طبعاً أشكر كل المتحدثين وأكيد يعني بعضها استفدت منها من سارة، بس يبدو لي أنا إنه إحنا أكثر أحيان مشكلتنا إنه عندما نطرح موضوع محدد نريد نوسع، والمشكلة بالتوسيع إنه من الناحية المنهجية يصبح صعب التعامل معها. يعني أنا كنت الفكرة الأساسية هو أنه هل ممكن أن ننظر للإرهاب وكأنه عملية قائمة على الأعمال بخصوصياتها كمنافع وتكاليف، هذا كان الهدف. أما من أتوسع معناه أنه أنا دا أحكي على كتاب وليس على بحث،
بس لا بس انه امر على بعضهم. يعني الارهاب الدولي طبعا بالحقيقه هو انا حكيت بجزء منه قد يكون الدوله تستخدم ضد مواطنيها وممكن دوله اخرى نفس الشيء اذا كان ده غلط، ولكن بالدراسات الكثيره لم يتناول تدخل دوله بشؤون دوله على اساس هذا موضوع ثاني وليس موضوع ارهاب. يعني بالمعاهدات الدوليه عدم السماح بالتدخل بالشؤون الداخليه، وعندما تاخذ اتفاقيه ثنائيه سياسيه هم يكون هذا واحد من القواعد. بس من الداخلين اذا انت قدرت تثبته هنا ممكن يعالج معامله ارهاب، بس من يثبته؟ ما في دولة تقول آني مصدر هاي الجهة اللي سوتها. إيه نعم، بس طبعاً بالتقييم ممكن أن تشير إلى أنه جهات مثلاً مرتبطة بدولة. الجانب الآخر الضغط على الدولة. طب مين قال هو إنه الحكومة العراقية تعتبر هذا ضغط عليها؟ الجزء هذا تسديد لفواتير سابقة، هم كانوا عندهم ودخلوا، وكل واحد مديون بطريقة خاصة. واحد مديون بضمير، واحد مديون بفلوس ما أخذها من المصرف، وواحد ما أخذ بالولاء. هذا الولاء شو من يقول هذا هو دينه؟ بالعكس لو تجي تقول لا أنا أقول لك هذا مسلم، هذا أحسن من كل المسلمين الآخرين. فأرجو أنه همنا إحنا نفهم أنه يعني ما مو كلهم يفكرون بطريقة يعني قد ما يعجب الإجابة بس نعم. دكتور حاكم أخي وصديقي يقول بن لادن أكبر إرهابي، طيب الأمريكان يقولون بوش أكبر إرهابي؟ ما له علاقة. ما يخاف دكتور حاكم إذا سمحت لي. يا جماعة رجاء إحنا مستعدين نجيب للدكتور حاكم الفراسة اللي قالت 3430 انقتلوا في البرجين بالعراق، انقتل 1,000,000 بالغزو الامريكي. مين الارهابي الكبير يا جماعة؟ ما هو الان بوش اصلا ما يطلع على الناس، صار له تقريبا كم سنه؟ قبل كم يوم طلع كبروا، بس شيء غير طبيعي انه رجع. يعني الخجلان اللي سواه يعني جريمه عصر. بس كثير من عندنا إذا اجى القتل باتجاه أهواء الذاتية يعتبره كسب نصر حقيقي، وكثير من عندنا يتعاطف ويا جهة إذا ارتكبت الإرهاب، إذا مو إرهاب هذا يلقي له تبريرات. إحنا الآن ده نحكي على شيء اسمه التحليل الموضوعي، تحليل الموضوع الذي يقتل بدون وجه حق، وخاصة المدنيين والضحايا اللي سقطوا ومجال العامرية وغيره وغيره كثير. الحقيقة إرهاب مع سبق الإصرار والتلصق. والحمد لله يعني اللي صار في العراق إنه المقاومة وقفت الاتجاه الأمريكي بالتوسع. كان سوريا وراها، وربما بعد سوريا يروحون على دول أخرى، بس من وقفهم المد العراقي الآن يريدون يرجعون البلد، هم خايفين شلون يرجعون. للمعلومات الآن يريدون يطلعون من أفغانستان ما يقدر الإرهاب ظاهرة سياسية مع سبق الإصرار والترسل. بس إحنا نحكي أنا كأعمال أقدر أنظر لك ظاهرة اقتصادية تخضع لتحليل التكلفة والعائد، وإذا قدرت أعقل عملية مواجهة الإرهاب هذا كل جيد. وفيما بعد بالآليات مالتي العقلانية أقدر أخلي الإرهاب همنين يحسبها مثلي ومثلي. يعني إيش قد نقدر هذا هي اللي حبت الحقيقة الورقة إسعاد. شكرا. بس أخلي على زيد لأن شوي طالع من بحنا أنا تعليقي فقط عن التعريف وعن الأدوات. الله يبارك. لا مش بدي أحكي الآن اللي أنا أخذتك. لا هو يعني يمكن بالورقة شايف إنه 109 تعريف، ما أريد أضيف 110 حقيقة. يعني أنا الخسران. دكتور غلاسة في عشوائية في هذه الحالة. 109 وما عليها اتفاق. ما عليها. خليه. 109 وما أكو واحد عليها. لا دكتور بدون تعقيب. أنا الحقيقة يعني استفدت، أنا قبل ما أحكي استفدت من دكتور حاكم ومن الخواتو كذلك منك، قلت لي
ماذا لو نظام مالها وكأنها يعني سيستم أبروتش مدخلات ومخرجات. أنا لو كنت تفصيلي بالموضوع أنا وزميلي كان دخلنا بهذا. الحقيقة هو إذا بعضكم انتبه 300 بحث وصلوا 275 مثل ما قال دكتورة سعد، ولا واحد على الإرهاب، ما حد يريد يقترب منه. فأنا من أقترب منه إذا أقترب بس إثارة فكرة، أما تفاصيل بالفعل يعني أنا مقصر فيه لأن بس ما كان بالأصل هدفي به حقيقة. يعني أنا أكتفي بهذا. شكرا الأخ حسن التقي معه دكتور نجم. إذا كان الزميل هو موضوع يتعطف إلى تعليم متشعبة تخليط منحة واحدة وربطها بالأعمال، والموضوع حد فيه وجهة نظر كثيرة وفي آراء كثيرة، كل واحد فينا ممكن يرى رأيه على صواب، وهذه الاختلاف يعني شيء إيجابي. دكتورة بشرى. بالنسبة لسؤال دكتورة بشرى تكلمت عن معمل سامراء، لكن أنا كان دراستي على معمل الأدوية والسجلات الطبية في مدينة الموصل، واللي يعتبر معمل سامراء منافس لمعمل الموصل. شكرا. دكتورة لجلاء. دكتور محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور على التساؤل الذي اشار اليه بان اليمن بالفعل ليست مستقره على اعتبار ان هناك الحوثيين والحراك في الجنوب، لكن اليمن مقارنه مع كثير من الدول خرجت مخرج طيب من خلال الحوار، والآن المطلوب من الكونات السياسية تمثيل مخرجات الحوار، على اعتبار أن اليمن الآن سوف تقسم إلى أقاليم، وكل إقليم سوف يكون له قوانينه وتشريعاته. فنحن بالمقارنة مع بعض الدول مثل سوريا أو بعض الدول العربية خرجنا بمخرج أفضل من الحرب الأهلية الموجودة في كثير من الدول. أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فإن الدراسة هي حاولت أن تعمل سلسلة زمنية منذ الأحداث الأزمة المالية العالمية، وكانت أسعار النفط البرميل 147 دولار، لكن بعد الأزمة المالية العالمية انخفضت ما بين 38 إلى 45 تقريبا، مما أثر ذلك سلبياً على كثير من الدول ومنها اليمن. أما اليوم أنا أعرف أنه سعر البرميل 109 إلى 110. هذا وشكراً. شكراً. إذن أختم بك دكتور. طيب. أنا بخصوص لبعض الملاحظات. أول شيء من ناحية قبل ما أعطي رأيي بشكل عام الأشياء التي مدلوم من ناحية يعني تصويت اتجاه من الناحية المنهجية، لما نحن في الأحصاء بنعالج الأخ الرئيس جالسنا والأخ المفضل المقرر الزملاء الكرام، لما نحن في الأحصاء عندنا فرضية والفرضية المضادة. لاحظت يعني مع احترامي للجميع، لما نحن بنقول نرفض فرضية H0 عم نشوف الزملاء بيقولوا إذا نقبل فرضية H alternative، وهذا كلام غير صحيح، فيحق لنا أن نقول هذا، إن الفرضية التي ندرسها نريد يعني قبولها أو رفضها هي الفرضية النال هايبوتيزيس. لا أستطيع أن أقول خاصة كمستوى المعنوية 5%، قد أنا أرفض H0 بمستوى معنوية 5%، لكن قد أقبل H0 بمستوى معنوية 6%. فلهذا كيف أنا بدي أقول أرفض H0 وأقبل عشر ألترناتيف اللي هو حيكون قبوله عمليا حوالي 6%، هذاك 94 وذاك 6، هذا لا يجوز. هذه مغالطة كثير منهجية، وأنا السنة الماضية كان في يعني بمكان في عمان بمؤتمر ولاحظنا عشرات الأبحاث حقيقة بتقولها النقطة هاي، وهذا يعتبر إشكالية يعني بالاستنتاج. واحد اثنين، نحن لما عندنا داتا وحضرتكم معظم الزملاء لاحظت إنه عملتوا كارت رباعي أو كارت خماسي. في زميلة الكريمة عملت كوفيشن ديرون لسبيرمان أو ما يسمى الكوفيشن أو الرانك كوفيشن أوف سبيرمان، ممتاز. بس البحث اللي قدمه يمكن
الأستاذ اللي قبل حضرتك وهو خالد على ما أظن. إيه حضرتك لما أنت عم تاخذ أنت كارت خماسي أو كارت رباعي حضرتك؟ لا خماسي. خماسي. عم نجيب نحن المتوسط فك؟ فأنت المتوسط بناء على شو عم نحسبه؟ نحن عم نجيب ما يسمى يعني أوردينال 1 2 3 4 عم جيب متوسط الإجابة أنا. متوسط يعني عمليا ما له معنى يطلع 3.8 من ما حضرتك أو 3.7 لازم مين عمل كان شيء له علاقة بسبيرمان الكوفيشنت أوف فرانك. هيدي بتشوف الارتباط بين الأجوبة فيها تعطي أكثر معيار حول الشيء الغير كمي. الغير كمي هذا يعني عادة المتوسط الإحصائي يحسب الأشياء الكمية. هيدي شغلة أعتقد يجب يعني نحاول نفكر فيها بشكل جيد لأنه كثير لها مدلولات واستنتاجات. أضف إلى ذلك في العراق حضرتي أو حضراتي يعني أنا راسي خي بس ما أنا خمسة لا ما في شغلة نحن بدنا نحط النقاط على الحروف خليها عليها مش بادي على الحروف والنقاط حلك الكتروني نحط النقاط على الحروف لما أنا بدي أقول أمانة بغداد أمانة بغداد ما عم تشتغل وما عم تعمل بدي أقول ليش ما بدي وصف الإطار والله المسؤول هذا وهذا إلي لنا شو القصة لأنه هناك جسم سرطاني حكم العراق بتقولي هيك نقل حكيتك ماشي أنا جاوب الآن أما قولي لي توصيف عام هيك فلان بعد كتاب لفلان وفلان ما وصلوش وفلان شو عمل له أعتقد هناك شيء شكرا صراحة دكتور محمود شكرا بسرعة لا خلاص خلي على الجانب. هي مختصر الإجابة إنه أمين بغداد اللي وصفت الإطار العام كوفئ بعد الأزمة هو كان معاون أمين بغداد كوفئ بعد الأزمة نختة الجلسة نتعب قاعة رئيسية وشكرا.